السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كديرين لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وصحه جيده يا رب العالمين، ونهار جديد وفيديو جديد. وعارفه راسي بشحال ديما بنت لكم في الفيديو، بزاف اللي كيقولوا لي مالك في الخاص مالك، واش ما غاديش تبقايش بالي في الفيديو؟ علاش ما غاديش نبقى نبان في الفيديو؟ غادي نبان في الفيديو خير، راكم عارفين ديك اللي وقيته كنت الهرمونات شويه مخربقين، ما كنتش كنبان في الفيديو، ما كتكونش راشق علي، كنصور لكم غير شنو دخل صافي وكنمشي للدار. حاليا ابتداء ان شاء الله غنولي اختي البال معكم في الفيديو. اليوم غادي نحط لكم العطور اللي متوفرين، البنات اللي كانوا كيسولوا عليهم، الدراري اللي كيسولوا عليهم، انا غنحط لكم شنو كاين في المحل مع ذكر الثمن بطبيعه الحال. البنات اللي كيسولوا على توصيل المحل كيتواجد في نسلا القريه حي البركه سيكتور 4 زنقه سيدي عبد الله بن حسين رقم المحل 10 محل عطور ريم، والتوصيل كاين في جميع المدن المغربيه. الثمن ديال التوصيل 40 درهم، كنصيفطو مع امانه، كتختاري السلعه اللي بغيتي، كتدفعي افونس، كتعطيني العنوان ديالك السميه والكنيه ورقم الهاتف، وكنصيفطك الكوموند ديالك مع امانه. نبداو على بركه الله، نقربو شي شويه اختي الكاميرا ونبداو على بركه الله. نبداو باول عطور اللي هما ديال لاطرفه، انا الابيض بودري، انا الابيض الحمراء، انا الابيض البيضاء. الدراري والبنات اللي كانوا كيسولوا عليهم هما راه متوفرين حاليا في المحل 130 درهم، فيهم 60 ميل. البنات والدراري اللي كانوا كيسولوا عليهم ها هما راه دخلوا حاليا، اللي بغاتهم مرحبا، 100000 مرحبا. ها انتم، ها انا الابيض الحمراء، وكاينه انا الابيض البودري، وكاينه انا الابيض البيضاء. الحمراء والبيضاء كيمشيو نساء ورجال، البودري كتمشي النساء فقط. اختي العلامه المائيه كيف ما تنوريكم ديما، ندوزو لحاجه وحده اخرى. فيلوس، البنات اللي كانوا كيسولوا على فيلوس، ها هي راه كاينه فيلوس روزو، الثمن ديالها 130 درهم من شركه ديال ميزو الهمبرا. ها انتم، وهذه راه كتجي فيها 100 ميل. ها لامبالاج ديالها، مش حال ديما صورنا فيديو بحال هكايا، قول لي في التعليق واش كتفضلوا لي فيديو بحال هكا ولا كتفضلوا لي فيديو المهم بحال هادو اللي كنا كنديرو، باش ديك الساعه خصني نقرر نمشي شنو غادي اللي يكون. المهم كاينه فيلوس، ها هي راه متوفره، والثمن ديالها 130 درهم، فيها 100 ميل. ندوزو لحاجه واحده اخرى باش ما يجيش الفيديو طويل. كاينه بورتوني رولي بريت بيش، وكاينه هنايا روز بيتال، وكاينه هنايا ايبوني، وكاينه توباغو توش، وكاينه توسكانو ليدر. هادو كلهم 150 درهم. لوفلي شيري، بلاتي نتاكد، لوفلي شيري، لوفلي شيري واقيلا ما بقاتش، لوفلي شيري واقيلا ما بقاتش. المهم بورتوني رولي من البدائل ديال توم فورد من ميزو الهمبرا، فيها 80 ميل. وكاينه طوباغ وتوسكانو ليدر، الناس اللي كيحماقوا على الزهر والسيترون غادي غادي تعجبكم بورتوني رولي، غادي تحماقوا عليها. الدراري اللي كيحماقوا على ريحه ديال الكوير غادي تعجبكم توسكانو ليدر. البنات اللي والدراري اللي كيحماقوا على البيش غادي تعجبكم هذه بريت بيش، هذه كتمشي نساء ورجال، فيها هي 80 ميل. والبنات اللي كيحماقوا على الورد غير هو شويه قاصح، ديك الريحه اللي جاتكم شويه قاصحه، غتعجبكم هذه، الثمن ديالها 150 درهم. البنات والدراري اللي كيحماقوا على العطور اللي فيهم ريحه ديال البخور، ماشي ريحه ديال العود، ريحه ديال البخور، غادي تعجبكم هذه ايبوني، الثمن ديالها 150 درهم. البنات والولاد اللي كيحماقوا على الفاني ولكن الريحه شويه مجهده ديال البرد، تبات فواحان، هذو كلهم ما شاء الله تبات فواحان، ما ندويوش عليهم، ديجا راه جربتو وليتو عارف العطور كي دايرين. طوباغوتوش 150 درهم، هادو كلهم 150 درهم، طوباغوتوش 150 درهم، روسبيتال 150 درهم، بريت بيش 150 درهم، ايبوني 150 درهم، توسكانو ليدر 150، بورتوني رولي 150 درهم. حيت شحال واحد كيتواصل معايا في الخاص مليكه بشحال هادي، مليكه بشحال هادي، انا اي حاجه كنلونسيها لكم كنحط لكم الثمن ديالها، يعني الثمن اللي غادي تلقاي هنا راه هو اللي غادي نقول لك في الخاص، من غير لك الفيديو قديم الاثمنه اللي كيتغيروا، اما لك الفيديو جديد فراه الثمن بحال بحال. نعم اختي، السلام عليكم. وعليكم السلام، نكملوا الفيديو، راه كيدخل شي حد ضروري خاصني نقطع حتى نخدم مع الناس. ندوزوا البشاره، تقريبا تقريبا واحد 50-60% فحال شكل بوا دي غيس، بشاره عطر اللي هو النساء ورجال من شركه ديال ارض الزعفران، راه ديجا كنت جبتو وكنت لونسيتو لكم، وعاود راه دخل عاوتاني الناس اللي وصاو عليه، الدراري اللي وصاو عليها هو راه كاين موجود من شركه ديال ارض الزعفران. بالنسبه للميل فراه فيه 100 ميل، والثمن 130 درهم. عطر بشاره
الثمن ديالو 130 درهم. ها لومبالاج ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. الا قدني الوقت غنحط لكم كل حاجه وبديله ديالتها. ما قدنيش اختي الوقت، الرقم ديال الهاتف ها هو راه فيه الواتساب، اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الواتساب. مرحبا و100 الف مرحبا. عندنا هنايا عطر الباز، حتى هو من الشركه ديال ارض الزعفران، حتى هو كيمشي نساء ورجال من الشركه ديال ارض الزعفران. ولومبالاج ديالو ها كيفاش كيجي، والثمن 140 درهم. عطر الباز الثمن ديالو 140 درهم. الناس اللي كانوا موصين عليها وراه دخل حاليا متوفر في المحل 140 درهم. وندوزو عطر الغزال، عندنا هنايا عطر الغزال من شركه حتى هو ديال ارض الزعفران، العلامه المائيه، وها لومبالاج ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. ها انتم كيجي على هذا الشكل هذا، متوفر في المحل والثمن 140 درهم. تا هو كيمشي نساء ورجال باش تكونوا عارفين. ندوزو الرمز لطافا سيلفر، الدراري اللي كانوا كيوصلوا على رمز لطافا سيلفر البديل ديال الترا مال، كاين حتى الترا البديل ديال الترا مال في المجموعه ديال الكلاسي، وهذا من المجموعه ديال لطافا. ها هو راه متوفر حاليا والثمن 130 درهم من الشركه ديال لطافا، العلامه المائيه، ومن الداخل لومبالاج كيجي على هذا الشكل هذا. ها انتم لومبالاج كيجي على هذا الشكل هذا، والثمن ديالو 130 درهم. قولي لي كي جاتكم هاد الشتيوه اللي طاحت، طاحت ما شاء الله واحد الشتيوه غزال. ندوزو دابا لحاجه واحده اخرى. البنات البرد دخل وهاد الوقيته هي ديال هاد الريحه هادي، راكم عارفين انا ملي كتكون شي حاجه وقيته تنقول لكم وقيته. هاد الوقيته هي ديال اوبيرا نوار البديله ديال بلاك اوبيوم من ميزو الهمبرا، الثمن ديالها 130 درهم. ها العلامه المائيه كيف ما كتشوفوا فيها حتى هي 100 ميل، ولومبالاج ديالها من الداخل كتجي على هاد الشكل هذا. ها هي والثمن ديالها 130 درهم طبق الاصل ديال بلاك اوبيوم. ندوزو للفلورا، فلورا البلوم بديله من البدائل ديال غوتشي من ميزو الهمبرا، حتى هي راها متوفره في المحل والثمن ديالها 130 درهم. بالنسبه للميل فراها حتى هي فيها 100 ميل، وها لومبالاج ديالها ديجا كنت كنحطهم لكم مع البدائل ديالهم، الثمن ديالها 130 درهم. شوفوا كيعرقت واخا طايحه الشتا. ندوزو لحاجه واحده اخرى، ما شاء الله طاحت واحد الشتيوه غزال. وحيدت حتى ديك الغبره اللي كانت، عقلت ديك اليامات كانت واحد العجاج حتى البارح لحد عرفتي راه واحد العجاج ما شاء الله، ولكن هاد الشتيوه اللي كاينه دابا حيدت ديك الغبره. البنات والدراري كانوا كيفسوا على رغبه، هاي راها دخلات باك الريحه مع السبراي ديالها من شركه ديال لطافه، فيها 100 ميل والثمن ديالها 130 درهم. البنات اللي كانوا كيفسوا على رغبه ها هي راها دخلات المحل حاليا 130 درهم. بالنسبه لنايسا بودري، بزاف ديال البنات مؤخرا ولاو كيسولوا على نايسا بودري. نايسا بودري هي راها كاينه متوفره 130 درهم، وكاينه حتى نايسا غوج العنبر ما بقاتش، نايسا غوج نايسا بودري راه كاينه موجوده، واخا ما تبانش لكم هنا راه عندي لداخل وهي راه ديجا مستفه كاينه موجوده. نايسا بودري 130 درهم من ميزو الهمبرا، بديله ديال نارسيسو بودري، ها هي راها متوفره والثمن ديالها 130 درهم، وكاينه حتى الغوج ديالها، وكاينه نايسا كاينه فور هير، وكاينه نايسا روز ميسك فور هير، هادو بزوجات بهم كاينين، بزوج بهم كاينين، والثمن ديالهم 130 درهم من ميزو الهمبرا. ها انتما ها لومبالاج كيفاش كيجي، هادي كتجي شويه قاصحه ديال البرد، وهادي كتجي شي شويه خفيفه عليها، وفيها واحد الريحه ديال داك المسك خفيف مع الورد، هادي ريحتها غزاله. الثمن ديالها 130 درهم، هما بجوج بهم متوفرين في المحل. اللي بغاتهم مرحبا و100 الف مرحبا. اللي بغات شي حاجه البنات، البنات اللي كيكومونديو في التعاليق، البنات دخلوا لعندي الخاص الواتساب، راه واخا كنتعطل عليكم بعض المرات شي شويه، ولكن كنكون مشغوله مع الكليان، راه غير كنسالي كنجاوب كلشي في الخاص. البنات اللي كانوا كيسولوا على كومو موازيل بديله ديال كوكو مادموازيل، ها هي راها دخلات من ميزو الهمبرا، علامه ديال الشركه، العلامه المائيه، فيها حتى هي 100 ميل، والثمن ديالها 130 درهم. ها هي 130 درهم، اللي بغاتها مرحبا و100 الف مرحبا. ندوزو دابا لحاجه واحده اخرى، كاينه امير العود انطونس عود من شركه ديال لطافه، فيها 100 ميل، ها هي راها دخلات. الدراري والبنات اللي كانوا كيوصيو عليها بالخصوص الدراري، ها هي راها دخلات، الثمن ديالها 150 درهم، وفيها كميه قليله، هادشي كله فيه تبارك الله كونتيتي، هادي بقات فيها كونتيتي قليله. اللي بغاها مرحبا و100 الف مرحبا، الثمن ديالها 150 درهم. ندوزو لحاجه واحده اخرى،
عندنا هنايا بديل عود الموف ما بقات شيء، الحمراء ما بقات شيء، البيضة ما بقات شيء، تبعوا كلهم ان شاء الله كنتسناو السلعه تدخل وغادي نلونسيهم لكم. كاينه هذه الكحله، هي هذه، هاي ها لومبالاج ديالها، هاكي كتجي من الداخل كيف ما كتشوفوا. الثمن ديالها 190 درهم. الدراري اللي كيبغيو العود غادي تعجبكم هذه. ندوزو الفيلفت روز، العود مع الورد، العود مع الورد عطر نسائي، والثمن 160 درهم من شركه ديال لطافه كيف ما كتشوفوا. والمبالاج ديالها من الداخل ها كيفاش كتجي، ها المبالاج ديالها، العلامه ديال لطافه فين كاينه. الثمن ديال هذه 160 درهم. يرى الغوز حتى هي راها كاينه موجوده 180 درهم. يرى مو البيضه كاينه موجوده 180 درهم. نو الغوز حتى هي راها باقا فيها كونتيتي قليله، ها هي 130 درهم. نو ديال شركه ديال غاب للنساء 130 درهم، باقا فيها كونتيتي قليله. هذه راه ما شاء الله، راه انا براسي راه حمقاتني ريحتها، انا براسي راه خديت بها وحده. الثمن ديالها 130 درهم. كاينه تشكيله كبيره ديال العطور، ولكن الا جيت لونسي لكم كل شيء ما غاديش نقدر كل شيء في دقه واحده. حتى غدا ان شاء الله ولا بعد غدا ان شاء الله ونكملوا لي فيديو. اللي بغات شي حاجه في العطور تكتبها لي في التعاليق ان شاء الله. وبالنسبه للتوصيل راه كاين توصيل جميع المدن المغربيه مع امانه كيف ما قلت لكم. الثمن ديال التوصيل 40 درهم. بغيتي توصلك حتى للدار 40 درهم. بغيتي تاخديها من لاجونس 35 درهم الثمن ديال التوصيل. وبالنسبه الى بغيتي الناس اللي كيتصلوا بك كيقول لك راه تنتصلوا بك تلقاو التليفون طافي، الرقم ديال الهاتف ما فيهش مكالمه، فيه فقط واتساب، فقط واتساب. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الواتساب، راني كنسالي كنجاوب كلشي. واللي بغات لوكاليزاسيون والعنوان بالتدقيق وفيديو مصوره فيه الطريق حتى المحل تواصل معايا في الخاص ونصيفط لها الفيديو. ومرحبا وميات الف مرحبا، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه واللايكات ديالكم والهلا يخطيكم عليا. وبسلامه عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.